يحلق في خلاه الصيد ولا قادر أفيق وارجع ولا قادر أداري البي وأشوف غيمي كان العطشان وأقول هالساع يجيني الري وأفكر في أمور الحب ودور في ساق غير معنى تقول لي أنا المأساة ما بتبقى يا حليلي أنا حليلي أنا حليلي أيام سعدتي معاه. شكرا لوسائل الإعلام الفرنسية تحية لكم ميرسي بوكو. حقيقة نحن اليوم السودانيين بمدينة نانت نقف هذه الوقفة تضامنا مع الشعب السوداني في الداخل ونقول لهم استمروا في اعتصامكم واستمروا في ثورتكم. نحن جزء من الشعب السوداني الموجودين في الداخل نسمي نضالاتكم واعتصاماتكم من أجل فجر الخلاص. نحن هنا في مدينة نانت فرنسا ندعم اعتصامكم وبشدة ونحن خرجنا اليوم من أجلكم. استمروا في ثورتكم واستمروا في نضالاتكم واستمروا في تضحياتكم وطالما استطعنا أن نسقط رأس الرمح عمر البشير قادرين أن نسقط بقية الإصابة ابن أوف والبرهان وكل المجلس العسكري وقادرين أن نؤسس دولة مدنية ديمقراطية تشبه تطلعات وأحلام الشعب السوداني. ونحن اليوم جميعنا هنا شيبا وشبابا وأطفال ونساء والمرأة جميعنا خرجنا في هذا اليوم الجميل في مدينة نانت في غربي فرنسا لكي نقول لكم نحن ندعم ثورتكم وبشدة. نحن الطيور المهاجرة السودانيين الذين خرجنا من السودان لكي نتيجة للبطش والظلم الذي أرهقنا به نظام المجرم برئيس السودان عمر البشير وطالما نحن الآن هنا قادرين أن نعود في يوم من الأيام إلى السودان ونرسم لوحة جديدة لهذا الوطن السودان. وتحياتنا لكل السودانيين الذين أتوا من كل المدن من أونجي من شولي من رين من بنسوير لكي يقفوا معنا هذه الوقفة التضامنية سوليداريتي افيك السوداني. وكل الناس اليوم هم الليلة هنا موجودين في مدينة نانت من أجل مؤازرة الثورة في الداخل. لا بد من ذهاب عمر البشير دقاش دقاش برسيدان سودان دقاش دقاش ابن أوف دقاش دقاش ديكتاتور دقاش دقاش برسيدان سودان دقاش دقاش ابن أوف. ونحن نشكر جدا كل القنوات التي أتت لكي تؤازر ثورتنا التي انطلقت في 19 ديسمبر الماضي. وكل الشعب السوداني اليوم أنظاره يتجه نحو تغيير حقيقي في السودان وبناء دولة ديمقراطية دولة مدنية تشبه تطلعات وأحلام الشعب السوداني. شكرا لكل وسائل الإعلام شكرا للشعب الفرنسي ميرسي بوكو ميرسي بوكو. ثلاثين عاما ما كفرت طلقة ما كفرت طلقة يا أخواننا تجاهات حقيقي. كل الأسلحة اللي بيشتروها كل الأسلحة الموجودة في السودان الآن الجيش السوداني هو السابع على مستوى أفريقيا و71 على مستوى العالم من حيث القوة والعدد. ولكن هذا الجيش وهذه الحكومات الداخلية ما خسرت طلقة واحدة يا أخواننا عدو حقيقي وإنما كلها تجاه المواطن السوداني البسيط المواطن السوداني الذي لا يجد وجبتين في اليوم يضرب بالطائرات ويضرب بالأسلحة الكيميائية في دارفور في جنوب كردفان في مينا الأزرق وفي كل مناطق النزاع. لذلك نحن يا اخواننا هذه الوقفة وقفة بسيطة جدا تحتاج مننا جهد. نحن ندعو للتظاهرة داخل هذه المدينة يا اخواننا مفترض الحاضر يكلم الغائب والسمع يكلم الما سمع والناس تكون عندها التزام بالمواعيد. كل الساعة اثنين مفترض الناس تكون كلها حضور. ما ممكن نحن ندعو للمظاهرة الساعة اثنين يجون الناس الساعة 5 و6 وبعد المظاهرة تنتهي. يا اخواننا الناس مفترض تهز الناس ما بتشعر الناس قاعدة هناك وبتمروا في الشوارع المعتصمين الان بنوموا في الشارع بدون قطع بدون اي شيء. الناس المتشردين الان ما عندهم مأوى. ثورتنا في السودان على هدنا المهضوم على شعبنا المظلوم والعسكر الظالم سالب حدود الناس بالضرب والرصاص لا راعي للامات لا ام لا امك
لنا رشاه كل الصغار ناداه باسم الوطن سماك سماكي سماكي في مطلع الشارع مطعم في الجارع يا شعب يا راعي تمشي جبال الحوم احرق حريق الجاه اصل الطلب معروف حريه بالمكشوف عايزين وطن واحد عايزين وطن واحد عايزين وطن صافي لا فيه خبليه لا فيه جهليه زرقاء عرب ما في ولا طنه السودان اصل السبب كافي عيناد بلا السودان ما دمهم مايه بكره الحقيقه تدور نرجع نجيب طارنا والثورة لما تقوم تم المدن دارة ما بين هتاف وهدير في حلف في مدني في عبر البارة في فاست والخرطوم خلوا الهتاف يا شباب خلوا الهتاف يا شباب لازم نعيش ونكون لازم نعيش ونكون السودانيون بمدينة نانت الفرنسية تنسيقية الحراك السوداني وقفة احتجاجية كبرى تضامنا مع الحراك الداخلي يوم السبت 20 أبريل 2019 إلى جماهير الشعب السوداني الثائر في الداخل والخارج إلى منظمات المجتمع المدني وقوى التغيير إلى الجمعيات الحقوقية الفرنسية والدولية إلى كافة وسائل الإعلام والناشطين ومحبي السلام باسم السودانيين المقيمين بمدينة نانت الفرنسية وضواحيها نساء وشبابا وأطفالا نترحم على أرواح الشهداء الثورة السودانية الباسلة ونتمنى عاجل الشفاء للجرحى والحرية الكاملة لكافة السجناء والأسرى كما تتابعون فإن مسيرة الثورة الفرنسية الزافرة اعترضها صعوبات وتحديات جمة تمثلت في التصدي العنيف من قبل النظام البائد حيث استشهد أكثر من 100 فرد من المواطنين العزل واعتقل آلاف يسجل بهم في السجون حيث التعذيب والتنكيل إضافة إلى جرائم العبادة الجماعية البلد نص الهدامات عدلوا رضوا اللواري وقبلوا نص الهدامات عدلوا رضوا اللواري وقبلوا نص الهدامات عدلوا رضوا اللواري وقبلوا نص الهدامات